الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار ومن كل حول وعمل تقربنا إلى النار. لعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك العزيز واحشرنا في زمرة المتقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا أرحم الراحمين يا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. توكلت على الحي الذي لا ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، جاءت رسل ربنا بالحق. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وظلمنا هو أهله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعلى آله لا إله إلا
بك واقف غفرانك يا كريم يا رحمن يا رحيم. تب علينا يا الله وارزقنا حسن اليقين. ثبتنا يا مولانا يا سؤال الملكين. ونجينا يا مولانا من القوم الظالمين. وانصرنا يا مولانا على القوم الكافرين. وارحمنا يا مولانا سيدنا محمد وأصحابه العشرة. يا ربي أحجب الغفلة عن قلبي. قدمت لك سيدنا محمد وأصحابه العشرة. مولانا بالحق وبالحقيقة لنا وافتح لنا طريقا كما أهديتهم وأدخلتهم في الصالحين. حقق لنا الطريقة الصوفية هي المسمى بالشادية. توسلنا بسيد الخليقة سيدنا محمد. أسلك بنا الطريقة عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وهو الدوام. يا ربي بزيدك الجميل ولا تفضى عبدا أتى لك ذليل. اصبرنا يا ربي بزيدك الجميل ولا تفضى عبدا أتى لك ذليل.
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يرحمه، 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 الله